شان الجزائر 2022. أعلنت لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا لشان الجزائر 2022 أمس الاثنين عن تحويل مباراة السودان مدغشقر المقررة لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة إلى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في نفس التاريخ المحدد لها مسبقا يوم 23 جانفي. وكانت المباراة مبرمجة آنفا بملعب ميلود هدفي بوهران وفي نفس التاريخ أيضا. واستنادا لنفس المصدر، فإن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وافقت على طلب اللجنة المحلية في الجزائر لتنظيم الشان بتحويل هذا اللقاء. للتذكير، فإن مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي لعبت يوم الأحد المصنم بملعب حملاوي بقسنطينة قد عرفت فوز منتخب مدغشقر على نظيره الغاني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.